السلام عليكم. نجي هسه من البارت الاخير من هذه المحاضره اللي راح ناخذ بيه كتكمله للريسبترات اللي موجوده وبعض التاثيرات الاخرى. نجي لريسبترات اخرى ومثل على ذلك الاثريال ريسبتور. الاثريال ريسبتور شنو هذا؟ يقول انه ار ا فيجل نيرف اندينج سنسيتيف تو ستريتش اور ديستنشن. يعني هذا وين موجود؟ هو من اسمه اثريال ريسبتور، يعني بالاثريوم، نهاية الاثريوم، بداية الاثريوم، يم الفين، يعني مهم هو اثريال ريسبتور بعد عرفتوا انتم. هذا يكون مرتبط ويا ويا الفيجل نيرف، تعرفون هو العصب العاشر. يكون متحسس، اما متحسس لاي تمدد او لاي فاسوتيشن يصير عندي او ديستنشن، العفو، اي تمدد يصير بهذه المنطقة راح يتحسس ليها هذا الريسبتور. يقول ماينرلي لوكيتد ان ذا رايت اثريوم، هو بعد هو اثريال اسمه زين، ان ذا بولمونري فين ليفت اتريال جانكشن. يعني وين؟ بالبولمونري فين. وين البولمونري فين؟ بالليفت اتريوم زين، وين؟ وبالرايت اتريوم. يقول ستيميليشن اوف ذيس ريسبتور، اذا انا حفزت ذن الريسبتورات اللي هنا يتحفزن، شلون يتحفزن؟ يتحفزن اذا اكو صار تمدد ستريتش اور ديستنشن. يقول اذا انا حفزت ذن الريسبتورات بواسطه الستريتش او الديستنشن باي ا سمول بالون ريزلت ماينرلي ان ريفلكس انكريز اوف ذا هارت ريت، شو راح يسوي لي؟ راح يؤدي لي الى increase in the heart rate اذا حفزت النيرف ريسبتورات اني without change in the entropic state of the heart or in blood pressure. شنو الانتروبيك ستيت؟ تذكرونها مو؟ اخذناها بالبارت الاول، معناها تحفيز او يعني التحكم بالكاردياك كونتراكتيليتي زين، مات القلب او الكاردياك اوتبوت، الكاردياك كونتراكتيليتي، واللي يحفزها اما عن طريق السمباتيك او عن طريق دراكس او الى اخره. فيقول انه هذه الريسبتورات تتحسس لاي تمدد اللي يصير نتيجه لوجود دم هواي مثلا، ويمتى يصير عندي ستريتش، ويمتى يصير عندي ديستنشن، من يصير عندك دم هواي بهذه المنطقه راح تتمدد، مو هيك؟ اذا صار تمدد راح تزيد الهارت ريت بدون ما تزيد لا الانتروبيك ستيت ولا تزيد لي البرد بريشر، يعني فقط الهارت ريت راح تزداد. اوكي، بعد rules of this CVS يعني cardiovascular system، خلينا نشوف بعض، اكو بعض المعلومات. يقول total peripheral resistance، يقول resistance is inversely proportional to the need for blood، يعني يكون تاثيرها معاكس، معناها اذا انا صار عندي demand، يعني اذا انا احتاجيت دم هواي بمنطقه معينه، بهاي الحاله راح لازم اقلل resistance على مود يجيني blood flow هواي ويغذي لي هاي المنطقه. يقول بشكل ثابت اذا الكاردياك اوتبوت ثابته ما بيها شيء، الكاردياك اوتبوت تذكرون القانون اللي قلت لكم بي اني، الكاردياك اوتبوت اللي هي الكيو يساوي لي البي على ار، اذا هذه ثابته ما لها علاقه بيها، فالبي والار تناسبها تناسب طردي. يقول الفولز ان ذا توتال بريفرال ريزيستنس، اذا الار قلت زين، فالاتريال بريشر ايش بيه راح يصير؟ الاتريال بريشر، الاتريال بريشر راح يقل زين، بالتالي الفينوس بريشر راح يزداد، يعني الفينوس بريشر عكس الاتريال بريشر. اوكي، بينما اذا ثبتت عندي الار او التوتال بريفرال ريزيستنس، اذا ثبتت عندي ايش راح يصير؟ راح تتغير من هي الكاردياك اوتبوت، فاذا زاد الكاردياك اوتبوت البلد بريشر مات يعني الاتريال بلد بريشر راح يزداد، او الاتريال بريشر، الارتريال بريشر يعني الضغط الشرياني راح يزداد، بينما الضغط الوريدي راح يقل، لان هم واحد عكس الثاني زين. So increase in the venous pressure، اذا واحد اذا زاد عندي الفينوس بريشر راح يصير عندي increase بالكاردياك اوتبوت، وهذه نعرفها يعني كم، اذا زاد الفينوس بريشر معناها الدم اللي راجع للقلب هواي، اذا زاد الدم اللي راجع للقلب هواي معناها الدم اللي راح يطلع من القلب هواي زين، بينما عندي ديكريز بالارتير بريشر زين. حسن والله صار عندنا ايرور، يعني شنو يعني الدم، يعني شلون شو تقولون جاي تناقض نفسك، انه الارتير بريشر اذا زداد، العفو الفينوس بريشر اذا زداد الكاردياك اوتبوت راح يزداد زين، والاثير بريشر راح يقل زين. حسن هو الكارديك اوتبوت مزداد، يعني معناها الدم اللي طلع للارتري مو هواي، اي هواي حسن زين. من الدم انت قلت لنا انه بالبارتات السابقه قلت لنا اذا الدم اللي طلع للارتري هواي راح يزيد الضغط، ليش هنا كاتب انه الضغط الشرياني واطي؟ انا راح اقول لكم شلون، وهاي شرح لكم اياها بالبارت الاول. اني تذكرون شغله المعده من قلت لكم تاخذ اربعه وتاخذ ثلاثه مو؟ هسه هذا تشامبرز، انا ترى يعني سويت هذا بارت واحد لان بدي اشرح على مود هاي المعلومه. هذا الهارت هسه صاير مثل الطياره الورقيه يعني زين. هذا الهارت اتس اوكي، هنا عندي المعده، اجاني الشريان محمل دم
طلع الوريد ماخذ دم غير مؤكسج، تمام؟ هسه اوكي، هسه انا بالحاله الطبيعيه المعده فرضا خليها ببالك بالحاله الطبيعيه بالنورمال المعده تاخذ مثلا 4 دم، 3 دم، 3 دم زين مؤكسج، خليها مصح مؤكسج، وتنطيني 3 دم غير مؤكسج، اوكي؟ يعني يطبل منها 3 دم ويطلع منها 3 دم يرجع للقلب، وهم من يرجع يطبل 3 يطلع 3 ويطبل 3 ويطلع 3 وهكذا بهاي العملية. هسا متفقين بيها مو ولا متفقين بيها؟ يعني القلب تعود هنا تعود شنو؟ تعود انه ياخذ ينطي 3 وياخذ 3، ينطي 3 وياخذ 3، ينطي 3 وياخذ 3، تعود انه يطلع 3 كل ساعة وطلع 3، كل ساعة وطلع 3. لهنا تمام الامور؟ تمام. إذا أني شو أنطيت؟ إذا أني أنطيت غذاء للمعدة معناها شنو؟ معناها احتاج الدم هواي. القلب هناش متعود، متعود يطي 3 زين؟ بهاي الأثناء أني أكلت، بهاي الأثناء أكلت أني، من أكلت معناها المعدة تحتاج دم هواي زين؟ احتاجت المعدة دم هواي، من احتاجت دم هواي تاخذ 3 لو تاخذ أكثر، تاخذ أكثر زين، تاخذ اكثر، هذه متفقين بيها. هسه نجي نرسم المخطط. شنو هذا المخطط؟ مثلا القلب هسه طلع 6، 1 1 2 3 1 2 3 هذه خلصنا من عندها، هذا دم واكسج زين. منها هم خلينا نرسم 6، 1 2 3 1 2 3 اوكي. شو تسوي هسه هي المعده بالحاله الطبيعيه قبل لا تاكل؟ هسه عفوا الاكل على جهه، قبل لا تاكل كانت تاخذ 3 وتنطي 3، حلو؟ يروح عندن الثلاثة زين، يجي عندن الثلاثة بمكانه. أوضح لكم إياها من جديد، نفس الرسم، يجي عندن الثلاثة دخلن، أوكي؟ طلعن، راحن، أوكي؟ هسه هنا هي عملية مداورة، هذا خذن مو خلصان هسه، إيش راح يجي عندن مكانه؟ راح يجي عندن الثلاثة اللي بعدهن، هم دخلن، راح يطلعن ويروحن. ذن الثلاثة مراحين راح يجين غيرهن مكانهن وهكذا، مو هيك شيء، هاي بحالة طبيعية بالنورمال. زين هسه أنا أكلت، أنا أكلت، شو راح آخذ؟ ما راح آخذ بس 3، راح آخذ أكثر. إذا كنت أنا آخذ 3 راح آخذ 4. هنا بحالة الأكل مثلا، بحالة الأكل زين، أنا كنت قبل آخذ 3، قبل آخذ 3 زين. هنا بالحالة الطبيعية هسه من أنا عندي 6 هنا وعندي 6 هنا، البلد برجر ثابت فرضا، فرضا يعني البلد برجر ما يعني الرايت عفوا الارتير برجر مثلا هنا 3 فرضا، وهنا مات الفين 3 بالتناوب، بالتناوب زين. اوكي اجيت هسه انا سويت، راح اخذ انا اكلت هسه اكل 3 بعد ما يكفن، جيت لازم اخذ، لازم اخذ 4، ايش راح اسوي؟ راح اخذ ذن الاربعه كليتهم. القلب هو ما يدري، القلب هو يقول لك انا انطي 3 ينطوني 3، ما يدري شكو ماكو، اخذ هن الاربعة دخل هنا، شو قد راح يطلع؟ راح يطلع 4 زين، راح يطلع له 4. اوكي هنا القلب هل يدري بهاي العملية لو ما يدري؟ لحد الان ما يدري، هو اللي يدري بي من يجي لنا 3 ينطيهن 3 نفسهن، يخلي يبدلهن بال غير مؤكسج، يسوي مؤكسج ويعطيه مره ثانيه زين. يعني ما يدري لحد ما يرجع له، لحد ما يرجع له مره ثانيه الله يدري. شافني 3 قال الامور طبيعيه، انا تعطوني 3 اعطيكم 3، قد ما تعطوني اعطيكم، هو هذا ستارنج لو، قد ما تعطوني دم غير مؤكسج اعطيكم دم مؤكسج، هذا قانون القلب زين. هنا اخذنا ايش قد؟ اخذنا 4، اخذنا 4، اني من اخذت 4 ايش قد بقالي؟ قد بقالي هنا بالشريان بقالي بس 2. أنا قبل كنت أخذ 3 أبقي 3 البرجر مات 3، هسه أخذت 4 بقيت 2 البرجر مات جد قل صار 2، معناها الدم بالشريان قل، أوكي الدم بالشريان قل، وإذا قل الدم بالشريان البرجر راح يقل، هذا ندري بيها مو الأمور تمام زين. إحنا معناها الضغط الشرياني قل، ركز لي هسه هذه أول نقطة، الضغط الشرياني قل أوكي. استعملت الدم هذين الأربعة استعملت، راح أطلعهن، طلعتهن، هذا القلب لحد الآن ما يدري القلب.
أنا قبل كنت أطلع ثلاثة للوريد، كنت آخذ ثلاثة من الشريان أطلع ثلاثة للوريد، فالضغط كان ثلاثة. هالمرة طلعت أربعة للوريد، معناها زودت الدم اللي موجود بالوريد، معناها راح يزداد الضغط الوريدي. كان ثلاثة صار يصير أربعة، زودته معناها الفينس بريشر ازداد. حلو، هذا من الأربعة اللي طلع اللي أربعة اللي طلعتهم بالفين يعني بالأوردة. وين راح يروحن؟ راح يروحن للقلب. هسه تمر راح يروحن للقلب، من وصل للقلب يلا القلب هسه درى. قال يابا أنا وين بالحالة الطبيعية يجن ثلاثة، شو هالمرة جن أربعة؟ معناها شنو؟ من هالمرة من جني أربعة لازم شوية أوسع القلب أكثر. قبل مثلا ثلاثة أنطيه ثلاثة سنتيمتر بالقلب، ثلاثة سنتيمتر كافيات عليه. هالمرة جني أربعة دم زين، فلازم أعطيني أربعة سنتيمتر. راح شو يصير؟ راح يصير أكو توسع، يعني الفينس رتين الدم اللي راجع راح يكون أكبر. أوكي، بالتالي الدم اللي راح يروح للرئة إيش بيه؟ راح يكون أكثر. إذا راح الدم للرئة أكثر راح يرجع للليفت أتريوم والليفت فينتريكل بكمية هم أكبر، مو لا، بالتالي الكاردياك اوت بوت راح تزداد. بالتالي الكاردياك اوت بوت اللي راح يطلع راح يزداد. لحد الان الاثير برجر ناقص، لحد الان بعدها الكاردياك اوت بوت اللي هواي لسه ما وصل للارتري. اوكي هسه يعني هسه مو رجع رجع للقلب، ذني رجع للقلب الاربعه، سوى لي زيد لي الفينس رتين. اذا زاد الفينس رتين راح يزداد الدم اللي رايح للرئتين، اذا زاد الدم اللي رايح للرئتين الدم اللي وصل للليفت اتريوم ازداد، اذا زاد الدم اللي وصل للليفت اتريوم راح يزداد كميه الدم اللي موجوده وين؟ بالليفت فينتريكل. هسه قبل لا يطلع الدم هذا اللي ازداد بالليفت فينتريكل، قبل لا يطلع لي برا، قبل لا يعني الكارديك اوت بوت راح تزداد، مو راح الدور الليفت فينتريكل راح يطلع لي اربعه. فهسه قبل لا اضخ الدم للايورتا لحد هاي النقطه، الاتريال بريشر قال 2 والفينس بريشر زايد 4، ولحد الان الكارديو اكبوت زايده اللي هي صارت 4. اوكي هسه طلعت الكاردياك اوتبوت، جيت طلعت هواي، طلعت بمقدار 4. هسه رجعت لهنا وازنت لي الامور، تمام رجعت لي من دخلت للارتري اعطيته 4 1 2 3 4. قال ايش قال القلب؟ قال المساء اعطيكم 3 ترجعوا لي 3، هالمره اعطيتوني 4 رجع لكم 4، فراح يرجع الامور متوازنه وطبيعيه. فهذا اللي كان هو يقصده، انه الارتري بريشر عاليه، الارتري بريشر ناقصه، الارتري بريشر ناقص والفينس بريشر زايد والكاردياك اوت بوت هواي. فهذا اللي قصد بيه. احنا نجي لمن؟ هذا نفس اللي حشيناه بالميل اثناء من اكل اكل، ايش راح يصير عندي؟ هذا نفس اللي حشيناه. اوكي بالاكسرسايز هم كذلك، مثلا السكيلتال مسلز تحتاج طاقه، فايش يقول؟ راح يصير اكو هواي حاجه بالدم المهم للسكيلتال مسلز او بشكل عام اثناء الاكسرسايز. يقول بالتالي البامبك راح يزداد، هذه ندري بيها، الفينس بريشر راح يزداد مثل ما قلنا من ساعه، نفس حاله الارتري، نفس حاله العفو الميال اللي موجوده بالجاسترونتستاينال تراك من انا اكل اكل. اوكي والاتريال بريشر راح يقل والكاردياك اوت بوت راح تزداد، هذا نفس اللي قلناه يعني ما بيها، كلها نفس الحكي هذا. وهذا الاخير مال الستاندينج اب، هذه كمراجعه مال الليج، شو يقول هنا؟ يقول انه بهذا بالستاندينج اب راح نحكي، يقول on standing blood pools in the superficial veins of the legs، يعني مرات انه الدم وين يتجمع بالفين، ليش يتجمع بالفين؟ مو يتجمع، هو مو نقدر نقول يتجمع، وانما انه الطاقه الاستيعابيه للفين تكون اكبر من الطاقه الاستيعابيه من الارتري، هذا ندري بها احنا. اوكي هسه زين يقول ليش؟ لانه اول شيء يعني الارتري يكون شلون يعني اكثر صلابه من الفين، بينما الفين يقدر يتمتع بفلكسبيليتي حلوه انه يقدر يتمدد فيستوعب دم اكبر. كذلك الجرافيتي هم تمنع لي وانما تساعد على بقاء اكبر كميه ممكن من الدم بالفين قبل لا ترجع للقلب، فانا لازم احتاج هنا صمامات على مود ادفع الدم لنحو القلب، الدم الغير مؤكسج وحسب قانون ستارلينج لو. فش يقول؟ سو اتريال بريشر فالس، يعني انت من اخذ دم اني اخذ دم من الشريان واضيف دم للوريد، الوريد هنا هو يتوسع، هو يتوجع، يعني الوريد ياخذ 67% من كميه الدم اللي موجوده بالكارديو باسكل سيستم،
بينما الشريان تقريبا 17%. وانت تخيل، تخيل يعني الوريد ايش قد يحتوي على دم، معناها انه الضغط الوريدي اكبر من الضغط الشرياني. هذه خلوها ببالك، يعني اقصد بهاي الحالة يعني. اوكي، فممكن يعني اذا صار عندي تلف بالصمامات راح يسبب لي الفاريكوس فينوس والى اخره. فنفس الاليه، هذين الثلاث استعدادات او الاربع استعدادات اللي تونا قريناها، نفس الاليه مات الاستوما كسر اللي حكيناها، مال زياده الفينوس برجر ونقصان الارترال برجر وزياده الكاردياك اوت بوت. لهنا خلصنا هذا السيشن، اتمنى ان شاء الله فاهمين، لان السيشن هو يعتبر جدا مهم. جود لك.